وفي وقت آخر حسمت الفنانة المصرية دينا الشربين الجدل الذي أثير في الأيام الماضية بخصوص مشاركتها الفنان محمد رمضان في مسلسل جديد سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل. وأكدت دينا الشربيني في تصريحات صحفية أنها بالفعل تلقت عرض من شركة الإنتاج للمشاركة في المسلسل وأبدت موافقتها، لكنها لم تتعاقد حتى الآن، مشيرة إلى أنها أعجبت بالسيناريو وبشخصيتها في المسلسل ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العمل. ولفتت إلى أن شركة الإنتاج تحيط العمل بسياج من السرية التامة، مشيرة إلى أنها سعيدة بالتعاون مع محمد رمضان مجددا بعد النجاح الكبير الذي حققه معا في فيلم جواب اعتقال.